الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير بإذن الله تعالى كيف نستخدم دالة الارتباط الذاتي Autocorrelation Function ودالة الارتباط الذاتي الجزئي Partial Autocorrelation Function في تحديد درجة نموذج ذاتي الانحدار اللي هو Autoregressive Model والوسط المتحرك Moving Average Model Specification of the AR اللي هو Autoregressive and MA اللي هو Moving Average. على بركة الله نبدأ، أرجو أن يكون فيه الفائدة لكم جميعا أحبتي، وبسم الله الرحمن الرحيم. الآن قدمنا في مقاطع سابقة الطريقة التي نحسب بواسطتها دالة الارتباط الذاتي Autocorrelation Function ACF Autocorrelation Function ودالة الارتباط الذاتي الجزئي Partial Autocorrelation Function PACF وكيف نفسر كل دالة. نستعرض في هذا المقطع كيف نستخدم الـ ACF الـ Autocorrelation Function أو دالة الارتباط الذاتي و Partial Autocorrelation Function PACF دالة الارتباط الذاتي الجزئي في تحديد نماذج ذاتية الانحدار Autoregressive Model والوسط المتحرك Moving Average Model. نستخدم ACF و PACF في تحديد نماذج ذاتية الانحدار Autoregressive والوسط المتحرك Moving Average كما يأتي. ننظر إلى الشكل البياني لدالة الـ ACF اللي هي Autocorrelation Function والـ Partial Autocorrelation Function اللي هو دالة الارتباط الذاتي الجزئي. نلاحظ بأن هناك خطين متقطعين، هذا الخط الأول والثاني في الجزء الأعلى والجزء الأسفل كذلك الأمر، هذا الخط الأول والثاني. هذان الخطان يشيران إلى الأهمية الإحصائية لمعامل الارتباط الذاتي أو معامل، هنا طبعا معامل الارتباط الذاتي الجزئي. لذلك السهم هذا يشير أنه يعني إذا اخترنا مستوى أهمية 20% هنا سالب 20% فبكون الأهمية الإحصائية أي معامل ارتباط ذاتي بكون يعني اخترق هذا الخط المتقطع إلى الأعلى بكون من ناحية إحصائية بعيد عن الصفر significantly different from zero. فلدينا هنا هذه خلينا نقول ما يسمى بالمتأخرة الأولى first lag، المتأخرة الثانية المتأخرة الثالثة first lag second lag third lag. لكن في حالة partial autocorrelation function أي دالة الارتباط الذاتي الجزئي نلاحظ فقط بأن هناك ارتباط ذاتي جزئي واحد تميز بمعنوية إحصائية بعيد عن الصفر والباقي وقع بين الخطين. أي قيمة ارتباط ذاتي تقع بين الخطين المتقطعين بينهما معنى بأن هذه القيم لا تختلف عن الصفر من ناحية إحصائية، وبالتالي هنا فقط ثلاثة معاملات ارتباط، هنا معامل ارتباط ذاتي واحد جزئي. طبعا في هذه الحالة دعنا نكمل هنا، الأسهم هذه تشير إلى المعنوية الإحصائية، طبعا نهمل اللاج على الصفر هنا يعني we ignore AR zero، ما في ليس هناك متأخرة مقدارها صفر، نبدأ من واحد ننتهي حيثما يعني البرنامج الحاسوبي بدلنا أو أنه من اختيار الباحث عدد المتأخرات التي يختارها يجب أن لا تتجاوز حجم العينة بأي حال من الأحوال. في هذه الحالة نقوم باختيار Autoregressive Model بما أنه الآن هناك فقط بالPartial Autocorrelation Function فقط معامل ارتباط واحد ذاتي واحد جزئي طبعا تميز بمعنوية إحصائية بعيدة عن الصفر فقط واحد، ما معنى ذلك بأنه نختار إحنا AR1، أي أن المعادلة التي نختارها بتكون شكلها كما يلي Y sub T تساوي A زائد B في Y sub T ناقص واحد زائد طبعا الإرور، بمعنى آخر أن المتغير التابع يعتمد على ذاته لكن بمتأخرة واحدة فقط إلى الخلف مقدارها يعني T ناقص واحد، بمعنى آخر إذا كانت هاي خمسة بتكون هاي أربعة، إذا كانت هاي اثنين بتكون هاي واحد، إذا كانت هاي واحد بتكون هاي طبعا بالجانب اللي يعني قبل الواحد قبل الفترة اللي نبدأ فيها، فعادة بتكون هذه أقل مقدار لها اثنين وأعلى. نتابع إذن هنا لأن فقط هناك معامل ارتباط ذاتي جزئي واحد فقط تميز بمعنوي إحصائي بعيد عن الصفر والباقي كله أصفار من ناحية إحصائية، فبكون شكل الدالة التي نقدر معلوماتها Y sub T تساوي A زائد B في Y sub T ناقص واحد زائد الإبسلون
طبعا نقدر A و B في هذه الحالة. نتابع الآن في حالة، عفوا هنا يعني استعجلت أنا، المفروض أنه هاي تظهر لي طرون، لكن لاحظوا لي هنا المعامل ارتباط الذات الجزئي، هناك معاملان، هناك معاملان تميزا بمعنوية إحصائية. أي الآن معامل ارتباط يخترق الخط المتقطع إلى الأعلى أو إلى الأسفل منه بكون يعني معنويا بعيد عن الصفر، significantly different from zero. ولأن هناك معاملين ارتباط ذاتي جزئي تميزا بمعنوية بعيدة عن الصفر معنوية إحصائية، معنى ذلك بأن الآن المتغير التابع يأخذ الشكل التالي: y sub t بساوي a زائد b1 في y sub t ناقص واحد. لاحظ أنه هذه المتأخر الأولى، ثم الآن المتأخر الثانية زائد b2 في y sub t ناقص 2 زائد epsilon. وبالتالي سنقدر A و B1 و B2 عندما طبعا يعني يطلب منا أن نقدر ذلك. فهنا الآن AR2 قبل قليل قدرنا، لاحظوا لي AR1 هنا، فالآن AR2 لأنه الآن هناك لأن هناك معاملي ارتباط كان أعلى من الصفر من ناحية إحصائية. نتابع الآن في حالة الآن لدينا الآن، لاحظوا لي هنا بالأوتو كوريليشن فانكشن فقط معامل ارتباط ذاتي واحد. الآن سأحمل هذا الجزء، أنظر الآن هل يمكن لنا نصل موفينج أفريج، لأن هناك معامل ارتباط ذاتي واحد اخترق يعني من ناحية إحصائية أعلى من الصفر، وبالتالي بتكون دالة التي نقدرها y sub t تساوي a زائد b1 في الايرور السابق اللي هو E sub T ناقص واحد. هذا الآن النموذج الذي نقدره، المتغير التابع يعتمد بشكل دالي على الخطأ في الفترة السابقة، وبينا كيف نحسب الخطأ طبعا في نماذج سابقة ومقاطع سابقة أرجو الرجوع إليها. آخر حالة التي سأبينها الآن، إذا كانت معاملة ارتباط ذات، الآن هناك ثلاثة معاملات ارتباط ذاتي في الـ ACF تميزت بعنوية إحصائية، وهنا ثلاثة. حتى نتفادى الإرباك نختار الآن يعني خليط من AR و MA. هنا الآن يعني صحيح هو الثلاثة ثلاثة، لكن هنا هذا يعني كمان تميز بعنوية إحصائية اخترق. حتى نتفادى الإرباك نختار نموذج بكون كما يلي اللي هو AR MA اللي هو ARMA 1-1. بمعنى آخر بكون شكل الدالة y sub t تساوي a زائد b1 في y sub t ناقص واحد زائد عفوا هنا e sub t ناقص واحد. هذه e sub t ناقص واحد خطأ طباعي، يمكن لي أني أصلحه إن شاء الله بالإديتنج. فأرجو الانتباه على أنه يعني بكون الدالة y sub t تساوي A زائد B1 في Y sub T ناقص 1 زائد B2 في ET ناقص 1 زائد إبسلون. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبة الطلبة جميعا والمتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.